رهانات قطاع السياحة وسبل تعزيز واستدامة الدينامية السياحية في جهة الدخل وادي الدهب تقتضي تحسين جاذبية المنتوج السياحي وتعزيز خطوط النقل الجوي والنهوض بالتنشيط الثقافي وتقوية نظام الحراسة في مختلف الوحدات الفندقية، ذلك ما خلص إليه المشاركون في اجتماع بمدينة الدخل تم خلاله الوقوف على التحديات التي ينبغي رفعها من أجل النهوض بالنشاط السياحي في الجهة. لا بد من كثرة الرحلات، وهذا انذكر وسجل على انه ان شاء الله في القريب العاجل له يحاول زيادة رحلات مدينة الداخل من الداخل الى كازا ومن كازا الى الداخل والمدن الاخرى، وامور اخرى متعلقة بجودة المنتوج ويعني الحفاظ على البيعة والتحسين من البنية التحتية. مهنيو القطاع السياحي من جهتهم أكدوا على ضرورة الانفتاح على شركات الطيران وتطوير الخدمات الجوية نحو الداخل التي تزخر بمؤهلات سياحية كبيرة ومتنوعة. هي بالفعل خطوة مهمة أن تعقد لقاءات منتظمة من أجل تبادل الأفكار والاستفادة من الجميع. اللقاء شكل فرصة لاستعراض ما تتوفر عليه هذه الجهة من مقومات تنموية والتفكير في مقاربة جديدة من أجل النهوض بالقطاع السياحي بجهة الداخل وادي الدهب.